هذا هو المضاد الذي تقول القبائل في أرحب إن نيرانه أسقطت طائرة حربية سوخوي 22 تابعة لقوات الرئيس علي عبد الله صالح. وهذه هي القبائل التي تعيش في أرحب. أرحب هذه المنطقة شمال صنعاء التي يعيش أهلها على الزراعة بالدرجة الأولى، تفتخر بقبائلها بأنها تسهم في مسار الثورة اليمنية ونضالها. الجميع هنا مسلح، فالسلاح الثقيل والخفيف مباح، والقبائل على أهوبة الاستعداد لاستعمال هذا السلاح عند الضرورة. نحن أبناء القبائل نمتلك الكثير من الأسلحة، وهو معروف لدى العالم أن الشعب اليمني فيه أكثر من 60 مليون قطعة من السلاح، ولكننا أردنا أن تكون سلمية من بداية الأمر، لكن هذا النظام العائلي المستبد الذي يريد أن يورث الحكم لابنه ولعائلته ألجأنا إلى أن نخرج بأسلحتنا لكي ندافع عن أنفسنا. وزارة الدفاع اليمنية حملت مسؤولية إسقاط الطائرة وأسر قائدها لمعارضي صالح الشيخ عبد المجيد الزنداني وإلى اثنين من آل الأحمر. وتقول قبيلة أرحب ونهم إن طائرة حربية كانت تقصف تلك المناطق عندما أسقطت. هدم الجوامع، الأطفال، ترويع النساء، طمر الآبار، رغم أنه العسكر هؤلاء عندما جاءوا إلى منطقة أرحب جاءوا دخلوا البيوت وسكنوها وكانوا يأكلون معها، حتى الغنم المواشي كانوا يرضعون منها وقتلوا المواشي. وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض لها أرحب ونهم لغارات جوية. المنطقتان شهدتا قتالا داريا بين القبليين وقوات الحرس الجمهوري التي لديها ثلاث معسكرات هناك تضم ثلاثة ألوية للحرس العائلي بقيادة أحمد نجل الرئيس صالح. وها هي تدفع الثمن الآن لأن أهلها من القبليين منعوا هذه الألوية من التحرك لضرب الثورة في المحافظات، وقد أحدث دخول عدسة الجزيرة إليها قلقا لدى السلطات التي بدأت تدرك أنها أصبحت أمام أنظار العالم في منطقة كانت تريد إبقائها في تعتيم تحت القصف اليومي.